بمناسبة بقى دوري أبطال أفريقيا امبارح اللي هو 14 يناير 2019، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أصدر عقوبة ضد الترجي التونسي بعد الأحداث المؤسفة طبعا اللي حصلت في مباراة نهائي أفريقيا واللي كانت يوم 9 نوفمبر 2018، يعني بعد أكتر من شهرين. الكاف بقى لسه مفتكر دلوقتي إن في تجاوزات حصلت من نادي الترجي وجماهيره في المباراة، وإن اللقاء ده اتلعب في أجواء غير رياضية تماما، وطبعا شفنا إصابة هشام محمد بعد ما تعدى عليه جماهير نادي الترجي التونسي بعد طبعا دخول الأتوبيس للملعب. كل الأجواء دي كانت طبعا عكسية جدا ضد فريقنا، وكانت النتيجة طبعا إننا خسرنا النهائي. لو نفتكر بقى مع بعض كده ان بعد مباراه الذهاب اللي كانت هنا، الاتحاد الافريقي عاقب النادي الاهلي بعد المباراه بيومين بس، يومين اتنين، وحرمه من المهاجم وليد ازارو، وكمان حط الجهاز الفني تحت ضغط كبير جدا هو وكل اللعيبه. الكاف بقى عاقب الترجي باللعب مباراتين من غير جمهور، وانا خايفه بصراحه بعد كده يحصل اي التماس او تتحول طبعا العقوبه دي على النادي الاهلي بدل ما تكون على الترجي التونسي. نتمنى ان شاء الله ان البطوله الحاليه بقى يكون فيها قرارات من الكاف عادله وعلى كل الفرق المشاركه زي بعض. كمان النهارده